الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وعن حاضرين ومسلمين. آمين آمين. قال في مسند أحمد رحمه الله، وما زلنا مع مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى، قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فريح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أنه قال حدث عامر بن سعد عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة أن سعدا رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن سعدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أكل سبع تمرات عجو من أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة حين يصبح لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسيه. قال فريح رحمه الله: أظنه قد قال وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. قال فقال عمر رضي الله عنه: يا عامر انظر ما تحدث عن رسول الله. فقال عامر رضي الله عنه: والله ما كذبت على سعد رضي الله عنه وما كذب سعد على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح وقد تكرر معنا كثيرا، وفيها نصيحة ولاة الأمور. وقال عن سعد لعمر بن سعد لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، بحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه: من اكل سبع تمرات عجوه ما بين لبتي المدينه. والجمهور على ان هذه الخصيصه لتمر المدينه فقط، يعني هذه الخصيصه في رد السحر للمدينه، تمر المدينه فقط، فلذلك قال بين لبتي المدينه سبع تمرات من عجوه، تمرات عجوه من عجوه المدينه. وهذا الصحيح أن الأمر خاص بتمرات المدينة، ودي لبركة المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أن يبارك فيها وأن يبارك في مدها. وقد قال طيبة طيبة، وقال يعني إذا حين يصبح صباحا، يعني ومع ذلك أنه لا يأكل شيئا لا يشرب شيئا إلا أن يأخذ السبع تمرات بهذا الباب، ويكون التمر من تمر المدينة، من عجوى المدينة. قال لم يضره شيء حتى يمسي، وإذا أخذه بالليل لن يدور شيء حتى يصبح. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على تأثيرها عند أخذها في هذا الباب. وقلت هي خاصة بتمر المدينة. قال أظن أنه قال وإن أكلها حين يمسي لم يدور شيء حتى يصبح. قال عمر: يا عامر انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كذبت على سعد ولا كذب سعد على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت، الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاص بتمر المدينة، وفي المدينة وفيها فضل تمر المدينة. وكما قلنا هذه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ولأهل المدينة في ذلك. وفيها نصيحة ولاة الأمور، لأن عمر العزيز كان وليا على المدينة، وفيها الإشفاق عند النصح لولاة الأمور، وفيها أيضا فضل تمر المدينة. نعم، لم يضره شيء في الوقت لم يضره السحر، فكذلك لم يضره شيء في هذا الباب، لم يضره شيء، وشيء نكرة في سياق النفي، يفيد العموم، أي شيء من سحر أو من كيد أو من مكر، إلا إذا كان الهرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حبة البركة، فإن الموت لا يرده شيء. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا كثير بن زيد الأسلمي عن المطلب عن عمر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاءه ابنه عامر فقال: أي بني، أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله، حتى أعطى سيفا إن ضربت به مؤمنا نبى عنه، وإن ضربت به كافرا قتله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب الغني الخفي التقي. نعم، هنا في الحديث أيضا مر علينا هو الإسناد، هذا الإسناد في قلب الذي روى القصة هو عامر بن سعد، والذي جاء لسعد بن أبي وقاص يأمره أن يكون رأسا هو عمر بن سعد ابنه. فعامر الراوي وعمر هو الذي حصل الاحتكاك بينه وبين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، لا سيما أنه لما رآه استاء، سعد بن أبي وقاص استاء لذلك. هذا خرج أبو نعيم عن محمد بن أحمد بن حسين عن عبد الله بن أحمد عن أبي عن أبي عامر العقد عن كثير بن زيد عن عبد المطلب بن عمرو بن عبد الله عن عمر بن سعد عن أبيه أنه قال: يا بني، فبين له ما قيل من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله يحب الخفي التقي النقي. وهنا جاء عامر، جاء إليه يقول له: أنت ها هنا يعني في الصحراء وهم يعني يتقاتلون على الإمارة. وطبعا هذا ما كان قتال، هذا كلام ليس بصحيح، ولا كان النزاع، المسألة كلها أنه يعني هناك ستة جعلهم عمر بن الخطاب شورى
فيختارون منهم من يكون موفقا، يكون ممن يسد هذه الخانة ويكون وليا لأمرهم. نعم، الخليفة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. شوف، قال: أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ طبعا الاختيار ما كان فتنة، لكن سعد يخشى على نفسه أن يكون في فتنة وأن يكون النزاع هنا بين أولاة الأمور، مع أن الصحابة كلهم عدول، لكن هو أراد الورع أن يتجنب، أراد من الورع أن يتجنب لا سيما، واحتجاجه هنا كان احتجاجا ظاهرا أن الورع تملكه فتجنب المسألة، وعلم أن الإمارة فيها ما فيها. هو انكوى بنارها عندما كذب عليه الكاذب وقام رياء وسمعة، حتى دعا عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، فقال: ولا والله حتى يعني أعطى سيفا إن ضربت به نبأ عنه، وإن ضربت به كافرا قتله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب الغني التقي الخفي، يحب الغني غنى النفس الذي يستغني بالله عن كل الناس، فهو افتقر إلى ربه جل في علاه وعز به فدل له فعز به واستغنى به عن كل الخلائق. قال الغني التقي، التقي الذي عمل بطاعة الله جل في علاه، لم يتركها قط، بل عمل بطاعة الله على نور من الله، على بصيرة، يتعبد على بصيرة، ما جلس في الصحراء هكذا يتعبد إلا على بصيرة، يرجو ثواب الله على إخلاص لوجه الله الكريم. قال التقي الخفي، والمسألة هنا فيها تفصيل، لأنه الخفاء عند الحاجة لا يليق بأهل الإيمان، الخفاء عند الحاجة لا يليق بأهل الإيمان، أهل الإيمان لهم ما لهم من حاجة الناس إليهم، فإنهم يقضون الحاجة وسدون الخلة وينصرون الله ورسوله، والعزلة في حقهم لا تجوز. وقد يكون الخفاء أولى عندما قال سلم: كن كخير ابني آدم، يعني كن عبد الله المقتول في الفتنة العظيمة الدهماء التي لم يظهر فيها الحق من الباطل. فإن كانت الفتنة الدهماء التي لم يظهر فيها الحق والباطل، فلنا أن نقول بهذا الباب أنه الخفاء في هذا أولى. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مصعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رأيت عن يمين رسول الله وعن شماله يوم أحد صلى الله عليه وسلم رجلين عليهما ثياب بيض لم أرهما قبل ولا بعد. نعم، هنا أيضا في هذا الحديث إسناد صحيح على شرط الشيخين محمد بن عبيد والطنافسي ومسعر وابن كدام المصحف وسعد بن ابراهيم وابن عبد الرحمن بن عوف، اخرجه ابن ابي شيبه والدورقي والبخاري ومسلم وابن ابي عاصم وابن حبان وابو نعيم والحليه والبيهقي في الدلائل من طرق عن مسعر بهذا الاسناد. اقول اخوتي الكرام، عندما يقول عجبت للمسلم ان اصابه اذا اصابه استغفر الله، قال سعد بن ابي وقاص: رايت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعن شماله رجلين عليهما ثياب بيض لم أرهما قبل ولا بعد. طبعا هذا المقصود ذلك أن الله تعالى أرسل جبريل يحافظ على النبي الأمين ويذب عنه، وأرسل ميكائيل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. شو انظر، ودافع عنه المهاجرون ودافع عنه الأنصار، وطلحة يعني شلت يده وهو يدافع ويدفع السيوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم صاحبكم، فقد أوجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم ما ينتظر. نعم، فالملائكة تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة تنزل تقاتل للمؤمنين. هذا الله تعالى قاله: وإذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنا. الفوائد المستنبطة: فضل تمرات المدينة، أحب عباد الله جل في علاه النقي التقي الخفي، أرسل الله الملائكة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم،
وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.